يا سيدي توا باش نشوفوا النوع الثاني تاع الكريتير الثاني دو كلاسيفيكاسيون دي زونتربريز اللي هو لا فورم جوريديك. حكينا عن ناتور دكتيفيتي في الفيديو اللي قبل هذايا، قلنا انه لونتربريز اللي تستغل الموارد الطبيعيه سي اون انتربريز اغريكول، اللي تصنع ال ترانسفورم تحول المواد الاوليه ماتيير بروميير اون برودوي فيني سي اون انتربريز اندستريال بتبيع تبيعهم بعد تلقاش تفرشيهم تصلي على النبي. ولونتربريز كوميرسيال هي اللي تعاود تبيع الحاجه اللي شاتها سونس اوكين ترانسفورماسيون. ولونتربريز دو بريساسيون دو سيرفيس هي اللي تصدر الخدمات اللي تعطي حاجه انتانجيبل غير ملموسه بطبيعه ذات صبغه ماليه ولا ذات صبغه غير ماليه. تو باش نشوفوا لا فورم جوريديك، وبربي كي نقول فورم جوريديك ركزوا على حاجه معينه. الشركه كي باش تقسمها حسب منظور الدوله، كي نقولوا فورم هو شكل جوريديك القانون، كي نقولوا قانون نحكيو على الدوله. الدوله ما تحبش تقسم الشركات ولا المؤسسات حسب الناتور داكتيفيتي. علاش؟ على خاطر نجم تكون المؤسسة اليوم تكون كوميرسيال، بعد شهرين ثلاثة شهر أكل المادة اللي تشري فيها تبيع فيها ذيك تولي تصنعها هي، دونك تولي مالا كانت كوميرسيال ولات اندستريال، من بعد تولي تعمل خدمات دونك تولي كوميرسيال كيما الحماس. شوف انت حماس في حوم نورمال مو حماس ماخو رخصة باش يبيع شوية دخان ولا شوية قلوب ولا شوية واحد، من بعد تلقاه يبيع الحليب يبيع الماء يمشي بشويه بشويه يكبر. الدوله تقول لك ما دام الناتور داكتيفيتي حاجه متغيره والمتغير مازمش نقيس عليه. كي نقولوا شنو ما لازمها تعمل المؤسسه باش تخير انها تقسم الشركات، الفا سو بازي سور لا فورم جوريديك. الفورم جوريديك الباز نتاعو هو لو كابيتال راس المال. شكون جاب راس المال؟ وباش نعطيكم اكزامبل صغرون يفهمكم الحكايه. الكلنا تعدينا بعروسات في حومنا، ساعات مثلا العرس يفوت نص الليل والجيران يتقلقوا يمشيو يشكي باش يجي الحرس ولا الشرطه اللي هو. تخيل روحك انت وقت اللي جيت كرهبت الشرطه وكرهبت الحرس نص الليل وربع ونص الليل ونص، وانت تستنى في امك ولا في اختك ولا في بوك باش يهبط ولا باش يخرج من الصالة ولا من الدار اللي فيها العرس. تقف كرهبة الحرس وتقول كاي سيدي اجا معايا المركز باش نتفاهم. خيش ندخلك انت شكونك انت؟ انا راني انفيتي. مالكي باش الحرس ولا الشرطة باش يسائل شكون؟ باش يسائل مولا الدار مولا الفرح. هذيك علاش اول سؤال يسألو الحرس كي يوصل الشرطة شكون مولا الدار؟ ما يجيش يقول كاي خاطر شافك انت اول واحد قدام دار يقول كاي امشي معايا المركز باش تبحث. مالا الدوله لهنا كي تجي تقسم الشركه اول حاجه تسال عليها الفلوس شكون جابهم، راس المال شكون جابهم. اللي جاب راس المال هذيك باش نفهموا معاه على ضوء شكون جاب راس المال باش نقسم الشركه المؤسسه. توا اذا راس المال جابته الدوله اش معناها؟ سبيطار، ليسي، ملعب نتاع كرة قدم، وحنا ملاعب كرة قدم الكبيرة الكل تملكها البلدية دونك تملكها الدولة. هذوما بما انه الفلوس حطتهم الدولة جابتهم الدولة يتسماو انتربريز بوبليك والا نسميهم زادة ايتاتيك. ايتاتيك جاي من ايتا الدولة، وبوبليك جاي من البوبل دونك العموم. احنا في تونس نقولوا مؤسسات عموميه، جماعه الشرق يقولوا مؤسسات حكوميه، دونك احنا نقولوا انتربريز بوبليك ولا انتربريز ايتاتيك. وقتاش كي يبدا راس المال شكون جابو؟ جابته الدوله. هذا كي يبدا راس المال ابورتي بار ليتا. على شكون نحكيو؟ ابورتي بار ليتا على الكابيتال. ديما الدوله تخزن الكابيتال. انا باش نبدل هنا نقول كابيتال، كابيتال دو لونتربريز. وإذا ما جابتوش الدولة، إذا الدولة ماهيش موجودة، ليسي ليبر، كلينيك، الدولة مش موجودة، يولي اسمه بريفي، خاص. ما لوقتش نحكيو على أنتربريز بريفي، كي تبدأ لو كابيتال، إتابورتي با دي بار، بيان، دي بيرسون بريفي. أنا وأنت، ماناش دولة. إسكو سي كلير؟ مالا فما دولة نقولو إيتاتيك ولا بوبليك، ما فماش دولة نقولو بريفي. فما يا الأولاد
مؤسسات كانت تملكهم الدولة قبل، مثلا تونيسير. التونيسير في عام 56 تملكها الدولة، في عام 58 تملكها الدولة. الدولة التونسية استحقت شوية فلوس، قالت طيب اش نعمل يا سيدي، برا نبيع جزء من تونيسير، لشكون تبيعهم؟ الخواص. تنجم انت توا تملك جزء من اسهم خواص، جزء من خ... من من جزء من تونيسير. وشنو دونك كي يبدا راس المال مخلط مختلط ميلونجي بين لي بيرسون بريفي والدوله، وقت نسميه سومي بوبليك. وكي نقولوا مخلط يا الاولاد، مش معناها 50 50% 50%، معناها اذا راس المال مليار دونك يلزم 500 مليون جايبين، لا، يبدا شي 1% 99%، معناها راس المال ماهوش 100% خواص، والا ماهوش 100% من الدوله، راهو يتسمى سومي بوبليك اذا انت سميتها بوبليك، والا سومي ايتاتيك اذا انت سميتها ايتاتيك. دونك اللي يستعمل كلمه بوبليك يقول سومي بوبليك، واللي يستعمل كلمه ايتاتيك يقول سومي ايتاتيك. متفقين؟ لكن باش نعطيكم اسيو ساور، جرت العاده يا ولاد، اذا الدوله باش تملك هي والخواص، راهي الدوله في الغالب يلزم راس مالها ولا بايها من راس المال يكون اكثر من 51%، والخواص تعطيهم 49%. إذا الدولة باش تاخذ باي أقل من 50% تسلم فيها الكل. نعاود يا الأولاد، إذا الدولة باش تساهم هي والخواص، راهي ما تقبلش على نفسها أنها تملك أقل من 51% من رأس المال. ما قلتش 50، ما قلتش 50 علاش؟ خاطر 50% 50% سي اون سيتواسيون دو بلوكاج. تخيلني أنا وأنتي، أنا نملك 50% ونحب نعمل نشري سلعة من فرنسا، وانت تملك 50% وتحب تشري سلعة من ألمانيا، كلمة شكون باش تمشي؟ حتى حد، خاطرنا الزوز نملكوا نفس القيمة. دونك نعملوا فرودة زواز، وانا غضبان وانت فرحان ولا العكس. هذيك علاش اذا نحبوا نشاركوا عباد يلزم انا نكون عندي على قليلة 51%. كي انا نحب فرنسا وانت تحب ألمانيا، انا عندي 51%، دونك انا ماجوريتير عليك، دونك انا اللي باش نمشي كلمتي. هذاك علاش الدوله كي تدخل شركه ماذا بها تكون ماجوريتير، خاطر ما تقبلش على روح الدوله انه العباد تحكم فيها. مثلا بعد الثوره ثم الباي نتاع اوريدو نتاع تونيزيانا في الوقت هذاك كان يملكوا اسمه يملكوا واحد من طرابلسي. الدوله التونسيه مؤملك طرابلسي رجعوا للدوله التونسيه ما يكون في 20% حاجه كيما هكا. خذتها الدولة التونسية منها، فكت أموال الترابلسية، لكن ما خلتهمش باعتهم، خاطر ما تنجمش الدولة تكون شركة بمبلغ بنسبة أقل من 51%. نعاود يا الأولاد، إذا رأس المال تملك الدولة 100% تتسمى إيتاتيك، إذا الدولة مش موجودة ورأس المال جابوه خواص تتسمى بريفي، إذا مخلط شوية هكا وشوية هكا تتسمى سومي بوبليك وإلا سومي إيتاتيك. ريتهم هذو مزوز لولاد، هذو مزوز انساهم، قريناهم نعرفهم، لكن ما يجيكمش في دوفوارات. علاش؟ خاطرنا نخدم في لي زونتربريز، ولي زونتربريز البيت نتاعهم لوكراتيف، والسبيطار البيت نتاعو نون لوكراتيف، دونك احنا باش نركزوا على البريفي. في البريفي لهنا كان لاحظت تحتها حاجه اخرى، خاطر البوبليك واضح الدوله تملك تسكت على روحك. بالنسبه للبريفي احنا التونسي مش ناس، انا ديما قلت لمثلي سيب التونسي اللي فيك، ابدا ناس ما تحب. راس المال شكون جابو؟ ما هو عباد بريفي، ماكش تسد. اي وشكونهم البريفي هادو؟ الجواب باش يكون يا اما واحد وحده والا برشا عباد. كان واحد وحده شنو نسميوهم؟ نسميوهم انتربريز انديفيدويل. ش معناها انديفيدويل؟ جاي من انديفيدو. وش معناها انديفيدو؟ شخص. دونك مؤسسة الشخص الواحد. وقتاش تكون اسمها انتربريز انديفيدويل بريفي؟ كي تبدا راس المال يتابورتي بار اون سول بيرسون. وكي يبدا راس المال جابوه اكثر من واحد، جابوه اثنين ثلاثة عشرة، وقتها باش نعمل انا بلوس كو دو بيرسون، تتسمى اون انتربريز سوسييتير، مؤسسه تشاركيه، والا بلغه اخرى نقولوا سي اون سوسييتي توكور.
مي لا وقتاش نقولوا على لونتربريز سوسيتي كي يبدا راس المال نتاعها جابوه اكثر من شخصين، شخصين فاكثر. اذا واحد وحده نسميها اونتربريز انديفيدويل. متفقين؟ اذا واحد وحده فات الحكايه، اذا هي سوسيتي مازال التوصي باش يسال. اي وشلمهم على بعضهم؟ مين يعرفوا بعضهم؟ كانهم هالجماعه هذوما يعرفوا بعضهم. تتسمى سوسيتي، باش نزيد اس لهنا، دو بيرسون، شركه الاشخاص. وقتاش نقولوا لها شركه الاشخاص؟ كي يبداو زوز من الناس اللي يعرفوا بعضهم ولا اكثر سو كونيس. تذكروا وقت اللي قلت لكم راهو احمد ويوسف دو فرير، وقلت لكم فرير راهي مهمه الكلمه، راهم يعرفوا بعضهم. دو سور، دو زامي، اذا يعرفوا بعضهم وكونوا مؤسسه على خاطر الثقه اللي ما بيناتهم، خاطر لا سوليداريتي اللي باش تكون ما بيناتهم، تسمى اونتربريز سوسيتير. دو بيرسون ولا تكون سوسيتي دو بيرسون. واحنا نقراو نوع واحد من سوسيتي دو بيرسون في الكور نتاعنا، اللي هما لي سوسيتي اون نو كوليكتيف، شركه الاسم المشترك. سوسيتي، سوسيتي اون نو، نو اسم راهو مش لا، كوليكتيف، شركه الاسم المشترك. هذاك علاش احمد ويوسف سماهم احمد افخير. عطيتكم ليكزومبل نتاع بنيدر، هما برشا اخوه ولا فامي، دونك سماوه بالاسم المشترك ما بيناتهم اللي هو اسم العائلي. وإذا ما يعرفوش بعضهم، اللي تلموا على خاطر المصلحة. أنا ساعات نلقى في جريدة مشروع قائم الذات يبحث عن شريك، لقال شريك ولد حومة، لقال شريك ولد عائلة، وقال حتى شيء. دونك حاشوا بفلوس، كان تجيني أنت وفلوسك تقعد عندك مرحبا، بيتو كان تجيني فلوس كنت تقعد في دارك مرحبا. دونك شو نقول؟ نو سو كونيس با. إذا ما يعرفوش بعضهم، وقتها اللي لمتهم هي المصلحة المالية، وقت نسميوها سوسيتي دو كابيتو، شركة رأس المال ولا رؤوس الأموال. والنوع اللي نقراه احنا هو لي سوسيتي أنونيم. سوسيتي أنونيم بالعربي هي، خلينا نكتبها سوسيتي أنونيم. كلمة أنونيم معناها شركة خفية الاسم. خفية الاسم مش معناها الشركة ما عندهاش اسم، لا، البنوك اللي نعرفوهم كل البنك التونسي التجاري كلهم سوسيتي انونيم، كلهم شركات خفية الاسم. أما كلمة خفية الاسم لا تعود لاسم المؤسسة، مالا شنو؟ تعود لأسماء المساهمين اللي يملكوا الشركة ما نعرفوهمش. ينجم يكون واحد إسرائيلي يا سيدي وهو شريك معايا وأنا ما نعرفوش، هذاك علاش تتسمى انونيم. دونك اللي يملكوا المؤسسة ما يعرفوش بعضهم، خاطر تلموا على الفلوس، لمتهم المصلحة المالية. هالي سوسيتي دو بيرسون ولي سوسيتي دو كابيتو عندهم كل واحدة الميزة نتاعها والعيوب نتاعها. جاو الألمان، وهذه معلومة لكم انتوما، كونوا نوع ثالث من المؤسسات لجي 100% دو بيرسون، معناها ما يعرفوش، معناها مش كلهم يعرفوا بعضهم، ولجي 100% دو كابيتو، جي ما بيناتهم الاثنين. سميناها الشركة الهجينة، إبريد، إبريد، إغريق هذه، إبريد، سموها سوسيتي ا ريسبونسابيليتي ليميتي. خذات المعرفة في ثلاثة أرباع، 75% من اللي يملكوا رأس المال يعرفوا بعضهم، والربع الآخر هذاك كي ما نعرفوش مش مشكلة. وعلاش ثلاثة أرباع ربع؟ باش نربحوا ميزات لسوسيتي دو بيرسون ونربحوا ميزات لي سوسيتي دو كابيتو. نحوصل ومن بعد نشوفوا القاعده العامه. باش نقسم الشركه حسب الفورم جوريديك، دونك باش نشوف قيمه الدوله تخزن المؤسسات، لازمك تركز على راس المال. شكون جاب راس المال؟ الدوله، بوبليك. مخلطه بين الخواص والدوله، سيمي بوبليك. ما فماش دوله، دونك خواص كهو بريفي. والبريفي قداش من واحد؟ واحد كهو تتسمى اونتربريز انديفيدويل. أكثر من واحد سوسيتي ولا اون انتربريز سوسيتير. إذا سوسيتي يعرفوا بعضهم ولا ما يعرفوش بعضهم؟ يعرفوا بعضهم، سي اون سوسيتي دو بيرسون وإلا سوسيتي اون نون كوليكتيف. أي ما يعرفوش بعضهم، سي اون سوسيتي دو كابيتو ولا سوسيتي أنمي. شوية هكا وشوية هكا باش يربحوا ميزات كل واحدة، تتسمى سوسيتي ا ريسبونسابيليتي ليميتي. في الجزء الثاني من الكلاسيفيكاسيون دي زونتربريز سولون لا فورم جوريديك، باش نحاول نعملكم تابلو ريكابيتولاتيف باش نحوصلوا فيه
هذا الكل. اه بتبيع هذا الكل في البريفي، خاطر هذوما قلنا ما عندناش خلاق فيهم باش نحوصلوا كان لي سوسيتي ولا لي زونتربريز بريفي، نتقابلوا في البارتي الثانيه من الكلاسيفيكاسيون سولون لا فورم جوريديك.